ثايرويد فانكشن تيست، ازاي تقرا وتفسر تحاليل الغده الدرقيه. النورمال فاليو اوف ثايرويد هرمونز الفري تي 3 بيبقى من 2 ل 4، التوتال تي 3 بيبقى من 70 ل 204، الفري تي 4 من 8 من 10 ل 1.7، التوتال تي 4 من 4.6 من 10 الى 10.5 او 11، التي اس اتش من 4 من 10 الى 4.2 من 10. وهنلاحظ هنا ان اليونت اللي بتستخدمها بتختلف من هرمون للاخر، انت خلي بالك لما بتيجي تشوف النتائج لازم تشوف اليونت المستخدمة لأنها تختلف من معمل للتاني. في يونت بنسميها المايكرو انترناشنال يونت، يونت بنسميها المايكرو جرام على ديسي لتر، يونت أخرى بنسميها النانو جرام على ديسي لتر، ويونت أخرى بنسميها البيكو جرام بير ميلي. إزاي تقرا نتائج تحاليل الغدة الدرقية سواء لو زادت أو قلت عن الطبيعي؟ اي زياده في هرمونات الغده التي 3 والتي 4 بنسميها الهايبر ثايرويديزم اللي هو فرط نشاط الغده الدرقيه او زياده افراز الغده الدرقيه، والعكس لو قل كميه التي 3 والتي 4 بنسميها الهايبو ثايرويديزم او خمول الغده الدرقيه، فيبقى الزياده بنسميها هايبر ثايرويديزم والديكريز بنسميه هايبو ثايرويديزم. لما بنيجي نقيس الثايرويد هرمون سواء التي 3 او التي 4 بنقيس معاهم الثايرويد ستيمولييتنج هرمون عشان نقدر نفرق سبب الزيادة، هل هو ناتج عن مشكلة في الثايرويد جلاند ولا مشكلة في مراكز التحكم الموجودة في الهايبوثالاموس أو الانتيريور بيتيوتري جلاند. عشان كده بنقسم الزيادة أو النقص لبرايمري وسكندري. برايمري معناه إن المشكلة موجودة في الثايرويد جلاند، سواء المشكلة دي بتزود التي 3 والتي 4 اللي هي اللي بنسميها البرايمري هايبر ثايرويديزم، او ديكريز في البرودكشن اللي بنسميها برايمري هايبو ثايرويديزم. بنعرفها ازاي؟ بنقيس الفري تي 3 والفري تي 4 مع التي اس اتش. اما بنلاقي في زياده في الفري تي 3 والفري تي 4 دي بتبقى هايبر ثايرويديزم. بعد كده بنبص على التي اس اتش، لو لقينا التي اس اتش منخفض بمعنى ان ده برايمري هايبر ثايرويديزم، يعني المشكله مش في المراكز الموجوده في المخ سواء في البيتيوتري او الهايبوثالاموس لان انتاج التي اس اتش قليل، فيبقى زياده كميه التي 3 والتي 4 نتيجه لمشكله في الثايرويد جلاند. نفس الحكايه في الهايبوثايرويديزم، بنلاقي فيها ديكريز في الفري تي 3 وديكريز في التي 4، معنى كده ان هي هايبوثايرويديزم. لما بنيجي نبص على التي اس اتش بنلاقيه زايد، معنى كده ان المراكز اللي في المخ بتحاول تزود، عشان كده زودت التي اس اتش هرمون عشان يزود التي 3 والتي 4، ولكن مفيش استجابه من الثايرويد جلاند، عشان كده التي 3 والتي 4 قليلين، فمعنى كده ان المشكله من الثايرويد جلاند، وعشان كده بنسميها البرايمري هايبو ثايرويديزم او خمول الغده الدرقيه الاولي. بينما النوع الاخر اللي بنسميه السكندري هايبر اور هايبو ثايرويديزم، ده بيبقى المشكله مش موجوده في الثايرويد جلاند ولكن المشكله موجوده في مراكز التحكم الموجوده في المخ سواء الهايبوثالاموس او الانتيريور بيتيوتري جلاند. فلو لقينا الفري تي 3 والفري تي 4 زايدين، معنى كده ان دي حاله هايبر ثايرويديزم. بنبص على التي اس اتش، لو لقيناه زايد معنى كده ان سبب المشكله هو زياده التي اس اتش نتيجه لخلل في المراكز الموجوده في المخ، هي اللي زودت التي اس اتش، وبالتالي الـ TSH هو اللي زود الـ T3 والـ T4، عشان كده بنسميها الـ Secondary Hyperthyroidism. بينما لو حصل نقص في الـ T3 والـ T4 بنسميها الـ Hypothyroidism. بعد كده بنبص على الـ TSH، لو لقيناه قليل معنى كده إن المشكلة في كمية الـ TSH، كمية الـ TSH بتطلع قليلة من الـ Pituitary Gland، وعشان كده بنلاقي كمية الـ T3 والـ T4 قليلين، فالمشكلة هنا في مراكز التحكم مش في الثايرويد جلاند، عشان كده بنسميها secondary hypoparathyroidism أو خمول الغدة الثانوي. عشان كده يبقى احنا لازم نقارن نتائج الـ T3 والـ T4 بنتائج الـ TSH عشان نقدر نفرق ما بين أسباب الزيادة أو النقص. كمان عندنا بعض الحالات بنسميها subclinical hyperthyroidism، فرط أو زيادة نشاط الغدة الدرقية المؤقت أو البسيط الكامن، بمعنى إن احنا بنلاقي إن الـ T3 والـ T4 بيبقى نورمال ولكن الـ TSH بيبقى قليل. الحالة دي بنسميها subclinical hyperthyroidism، لأن أما بنبص على الـ T3 والـ T4 هو نورمال ولكن بنسميه هاي نورمال، يعني هو على حدود النورمال، وعشان كده الـ TSH بيقل. الحالة دي احنا بنسميها subclinical hyperthyroidism لأنها
ما بيبقاش معاها أعراض لأن ما زال الـ T3 والـ T4 في مرحلة النورمال، ولكن هي ممكن تتطور وتؤدي للبرايمري هايبرثايرويديزم وتزود إنتاج الـ T3 والـ T4 بشكل كبير جدا. كمان بيبقى فيه ستوب كلينيكال هايبوثايرويديزم، بنلاقي إن الـ T3 والـ T4 نورمال ولكن الـ TSH زايد عن الطبيعي. وما بنلاحظ الـ T3 والـ T4 بالرغم ان هما نورمال ولكن في اللو نورمال، بمعنى ان هما على الحدود الدنيا للنورمال فاليو، فعشان كده بنسميها ستوب كلينيكال هايبوثايرويديزم، لان الـ T3 والـ T4 مازالوا في النورمال عشان كده ما بيبقاش فيه اعراض، ولكن زياده الـ TSH بتدينا انديكيشن ان هيحصل تطور ويؤدي الى الهايبوثايرويديزم، يعني الـ T3 والـ T4 على وشك ان هما يقلوا عن الطبيعي، عشان كده بنسميها الصب كلينيكال هايبوثايرويديزم. دي بتبقى من الحالات المهمه، لازم نشوف ايه السبب اللي عامل مشاكل في الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند موجوده في الرقبه في الابر بارت اوف تراكيا، والثايرويد جلاند بتتكون من فصين او 2 لوبس، واحد على الشمال وواحد على اليمين، بنسميهم ليفت اند رايت لوبس، والاثنين لوب متحدين في السنتر عن طريق باند اوف تيشو بنسميها الاسمس. عشان كده شكل الثايرويد جلاند بيبقى زي جناحين الفراشه حوالين نهايه القصبه الهوائيه من فوق في منطقه الرقبه. التركيب الداخلي للثايرويد جلاند بيبقى عباره عن فوليكلز، اللي هي الدوائر الكتيره الموجوده قدامنا دي عباره عن تجاويف بنسميها فوليكلز، بتبقى مبطنه بالفلوكولار سيلز، وهي المسؤوله عن افراز هرمونات الغدة الدرقية اللي هي الـ T3 والـ T4. الثايرويد فوليكل بتعمل سينسز أو بتصنع الأيودين كونتيننج هرمونز، اتنين هرمونز بنسميهم أيودين كونتيننج هرمون لأن الهرمونات دي بتحتوي على الأيودين. أول هرمون بنسميه تراي أيودو سايرونين اللي هو الـ T3، الهرمون التاني بنسميه تترا أيودو سايرونين أو بنسميه الثايروكسين أو بنسميه الـ T4. فالـ T3 مكون من 3 وحدات والـ T4 مكون من 4 وحدات من الأيودو سايرونين، عشان كده بنختصرهم الـ T3 والـ T4. الثايرويد جلاند بتفرز كل الـ T4 مباشرة من الثايرويد فوليكل للبلد، بينما بتفرز جزء صغير من الـ T3 حوالي 10% من مجموع الـ T3 الموجودة في الدم، بيتفرزوا مباشرة من الثايرويد جلاند، ولكن بقية كمية الـ T3 بتبقى عبارة عن تحول الـ T4 للـ T3، بنشيل مجموعة من الأيودو سايرونين وبنحوله من رباعي إلى ثلاثي، فالـ T4 هو اللي بيتحول وبيكون الـ T3، والـ T3 هو اللي بيبقى بيولوجيكالي أكتيف، بمعنى إن هو بيبقى مور بوتنت عن الـ T4، لأنه بيبقى عنده القدرة إن هو يعمل بايندينج مع السيل ريسبتور، يعني بيقدر يتحد مع الريسبتور الموجودة في أنسجة الجسم المختلفة وبيعمل عليها البيولوجيكال أكشن للثايروكسين، واللي بتبقى فيه غالبيتها عبارة عن ميتابوليك أكشن. فبالتالي الـ T4 بيطلع كاملا من الثايرويد جلاند، بينما الـ T3 نسبة صغيرة 10% بتطلع من الثايرويد جلاند، وبقية 90% بيجوا من تحويل الـ T4 للـ T3، والتحويل ده بيتم داخل التيشوز عن طريق الأيودينيز إنزيم. الفانكشن اوف ثايرويد هرمونز الـ T3 والـ T4، ايه هي أهمية هرمونات الغدة ومدى تأثيرها على الميتابوليك فانكشن داخل الجسم؟ أول حاجة نمبر 1 بتساعد على البون جروس، نمبر 2 بتساعد على الماتوريشن اوف سنترال نيرفس سيستم، كمان بتعمل انكريز للكارديك أوتبوت والهارت ريت، وكمان الكونتراكتيليتي اوف مايوكارديوم، عشان كده بتزود البلاد بريشر، كمان بتزود البيزل ميتابوليك ريت من خلال انها بتزود الاكسجين كونسامشن، بتزود الريسبيراتوري ريت، وكمان بتزود البادي تمبريتشر، كمان بتعمل انكريز لحرق الكربوهيدرات والليبيد من خلال الجلايكوجينولايسيس والجلوكونيوجينيسيس وكمان اللايبوليسيس. ونتيجة لأهمية الثايرويد هرمونز على مختلف أنسجة الجسم، فبيبقى فيه عملية كنترول على الثايرويد جلاند من خلال البيتيوتري جلاند أو الغدة النخامية. الغدة النخامية بتقدر تتحكم في نشاط الثايرويد جلاند، وبالتالي بتتحكم في كمية الثايرويد هرمون اللي بتتفرز منها سواء الـ T3 أو الـ T4. والبيتيوتري جلاند بتقدر تتحكم في الثايرويد جلاند من خلال هرمون بنسميه الـ TSH أو الثايرويد ستيميليتنج هرمون. لو البيتيوتري جلاند عايزة تزود النشاط للثايرويد جلاند بتزود الـ TSH، لو عايزة تقلل النشاط بتقلل
الثايرويد ستيمليتنج هرمون، وبالتالي بيأثر على كمية التي 3 والتي 4 اللي بتتفرز من الثايرويد جلاند. كمان بيبقى في مركز تحكم آخر موجود في الهايبو ثالاموس أو منطقة تحت المهاد الموجودة في المخ. الهايبو ثالاموس بتقدر تتحكم في البيتيوتري جلاند من خلال هرمون بنسميه ثايروتروبين ريليزنج هرمون، بنختصره بالتي ار اتش. فبالتالي الهايبو ثالاموس تقدر تتحكم في البيتيوتري جلاند، والبيتيوتري جلاند تقدر تتحكم في الثايرويد جلاند، وتقدر تحدد كمية التي 3 والتي 4 اللي بيخرجوا للسيركوليشن. عشان كده يبقى في مركزين موجودين في المخ سواء في الهايبو ثالاموس او في البيتيوتري جلاند بيعملوا كنترول على الثايرويد جلاند. وعملية الكنترول بتتم من خلال ميكانيزم بنسميها فيدباك ميكانيزم. لو قل التي 3 والتي 4 فالهايبو ثالاموس بيحصل لها بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، عشان كده بتطلع التي ار اتش اللي بيعمل ستيموليشن للانتيريور بيتيوتري جلاند وبتزود انتاج التي اس اتش. بعد كده التي اس اتش بيعمل ستيموليشن للثايرويد جلاند عشان تزود كميه التي 3 والتي 4، فدي بنسميها بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. ولكن لو زاد تركيز التي 3 والتي 4 بيحصل ما يسمى نيجاتيف فيدباك انهيبيشن، بمعنى زياده التي 3 والتي 4 بتعمل انهيبيشن للهايبو ثالاموس والانتيريور بيتيوتري جلاند، علشان كده بيقل افراز التي ار اتش والتي اس اتش، وبالتالي الثايرويد جلاند بتقلل افراز التي 3 والتي 4. دي عملية كنترول مهمة جدا لازم نعرفها، لان احيانا بيحصل لخبطة في التي 3 والتي 4 نتيجة لمشاكل داخل الثايرويد جلاند او مشاكل في مراكز التحكم الموجودة في المخ سواء الهايبو ثالاموس او البيتيوتري جلاند. الثايرويد جلاند زي ما قلنا بتفرز الكمية الكبيرة من التي 4 وكمية صغيرة جدا من التي 3، بيتفرزوا من الثايرويد جلاند في صورة فري فورم، يعني مش متحدين مع اي حاجة، ولكن اول ما بيوصلوا السيركوليشن بيتحدوا مع سبيشال كارير بنسميه التي بي جي اللي هو الثايروكسين بايندينج جلوبولين. تعبر عن كارير بيتصنع من الليفر ويتفرز للبلد، وظيفته ان هو بيشيل الثايرويد هرمون سواء التي 3 والتي 4، بيبقى عليه بايندينج سايت يعني اماكن بيتحد معاها سواء التي 3 او التي 4. النسبة الكبيرة من التي 3 او التي 4 بتتحد مع التي بي جي اللي هو الثايروكسين بايندينج بروتين، ويبقى في كمية صغيرة من التي 4 بنسميها فري تي 4، وكمية صغيرة من التي 3 بنسميها الفري تي 3. وبالتالي لو جمعنا كمية الفري مع كمية الباوند الاثنين على بعض بنسميهم التوتال تي 4، ونفس الحكاية بالنسبة للتي 3، مجموع الفري مع الباوند بنسميه التوتال تي 3. فمعنى كده ان احنا في المعمل عندنا ما يسمى التوتال تي 4 والفري تي 4، عندنا التوتال تي 3 والفري تي 3. احنا بشكل كبير بنعتمد على الفري تي 3 والفري تي 4 الموجودين في السيركوليشن، ما بنعتمدش على التوتال غير في حالات معينه، لان التوتال تي 4 او التي 3 بيتاثر بكميه الكارير اللي هو الثايروكسين بايندينج جلوبولين، بمعنى ان في بعض الحالات بتزود كميه التي بي جي زي في حالات زيادة الاستروجين في حالات البريجنانسي، وكمان نتيجة لبعض الدراجز بتزود كمية الكارير. اما بتزيد كمية الكارير بيبقى عليه اماكن فاضية كتير، فعشان كده الفري الموجود في البلد بيتحد مع الاماكن الفاضية ويزود كمية التي 4 المتحدة مع الكارير. الثايرويد جلاند بتعوض الفري تي 4 اللي اتحد مع الكارير، عشان كده لما نيجي نشوف في الصورة نلاقي ان لو قست التوتال هتلاقي التوتال تي 4 زي، ولكن لو قست الفري تي 4 هتلاقيه نورمال او ثابت زي ما هو، ما تاثرش بزياده التي بي جي. عشان كده احنا بنعتمد على الفري تي 4 والفري تي 3 لانه ما بيتاثرش بالامراض اللي بتزود التي بي جي اللي بيبقى نتيجه لامراض ما لهاش علاقه بالغده زي حالات البريجننسي. Measurement of thyroid hormone سواء الـ T3 أو الـ T4 أو الـ TSH بنقدر نقيسهم في المعمل عن طريق الميونو انزيماتيك أسي اللي هي الـ ELISA test، أو عن طريق الكيمي ليومينيسنت ميونو أسي زي ما احنا شايفين في الصورة. كل هرمون بيبقى ليه الكيت الخاصة بيه، سواء الـ TSH الـ Total T4 أو الـ Free T4 الـ Total T3 أو الـ Free T3. فبالتالي قياس الـ T3 والـ T4 والـ TSH والتفريع ما بين النتائج بنقدر نوصل للسبب، هل هو مشكلة في الثايرويد جلاند ولا مشكلة في مراكز التحكم الموجودة في المخ سواء الهايبوثالاموس أو الانتيريور بيتيوتري جلاند.